حاجة قديمة شوية. ماشي، قصيدة بعنوان الناس أسرار. الناس أسرار. قلبت عيني الجواية يمكن أشوفني، إيه اللي بيدور في حشاية عايز أعرفني. طول عمري باصص في مراية وبقالي سنين دايما تقولي انت مثالي وده خوفني. معايا يا استاذ جابر؟ انا معاك وده خوفني. خوفني من ايه؟ ما اعرفش. دايما تقولي انت مثالي وده خوفني. قلبت عيني الجوايا يمكن اشوفني، ايه اللي بيدور في حشاية عايز اعرفني. طول عمري باصص في مراية وبقالي سنين دايما تقولي انت مثالي وده خوفني. وانا اللي خايف كذبتها تقلب حالي، اتغرف نفسي وساعتها ايه يجرالي. اصدق ان ما في عيوب وانسى محمد، قلب انفتح وانشق بحق صبح خالي. وعيني رجعت لمكانها جايبة الاسرار عن العيوب اللي شافتها وما هيش عن العيوب. وعيني رجعت لمكانها جايبة الاخبار عن العيوب اللي شافتها وما هيش اسرار. كلامها كان بيطمني لما قالت لي جواك عيوب وده حال الناس سكن الاغوار. لكن مسيرها في يوم تطلع اصلك عايش فيك المغلول اللي بيهزي فيك الطايش، فيك المستقوي اللي ما يرحم فيك الكاره، فيك المنفوخ قوي على الفاضي انسان هايش. شد اللجام قوي على الاخر وعليه سيطر، تلقى الشيطان دايما حيران تكسب اكتر. والجأ لله خليك في حماه قد ما تقدر، الدنيا تحلى بذكر الله. الله أكبر، الله أكبر.